اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رعاية الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده؟ باونسينج بوتي هايلي الاستيك. الله ده شكله جامد جدا، سيف، وممكن احنا نقعد نلعب بيه ميد ان شاينا. تعالوا بقى نفتحه ونتفرج عليه ونشوف ده يا ترى عباره عن ايه. هل دوت الصلصال الذكي ولا دوت يا ترى ده معجون ولا دوت ايه بالظبط؟ ولا صلصال حرير؟ هنفتح بقى دلوقتي ونشوف بقى مع بعض. شكله جامد جدا، بصوا ده لون البينك والتاني بقى اللون الازرق اهو. هنفتح بصوا الكيس اللي عليه كده، اوكي شكله فعلا جامد قوي، واو انا عاجبني قوي اهو. هنفتح الكيس اللي عليه كده، اوكي اهو بصوا بقى، واحد لونه بينك واحد لونه ازرق، ونتفرج بقى عليه من جوه ونشوف يا ترى بقى ايه عباره عن ايه الصلصال الذكي ده، ولا دوت معجون ولا دوت ايه. مكتوب عليه باونسنج يعني بيقعد ينط. هنشوف بقى عباره عن ايه. لازم الاطفال فوق سن 3 سنين عشان محدش ياكله، اوكي بخاطر عليهم. مكتوب عليه بقى ان هو امن، ومكتوب عليه ان هو هايلي الاستيك يعني بيمط معايا بطريقه سهله جدا. الله بص ده شكله جامد قوي. ايه ده انا محتاره، ده هل ده صلصال الذكي ولا بسوسي ولا ده ايه بالظبط؟ هنشيل بقى الحاجات الزياده كده اللي عليه اهي، وبعدين بصوا بقى هنطلع الايه البتاع كده. اهو بصوا طلعت بقى كل حاجه فيه، ما لسه بطلعه اهو. بصوا بقى عمال افعص فيه، ده يجنن وبيمط معايا بطريقه سهله قوي وبيتقطع كده كمان اهو. بصوا بقى جامد ازاي، ده فظيع اهو. عمال العب بقى بيه واخليه بقى يمط، وشكله بقى فعلا جامد قوي اهو. بصوا ناعم كده جدا من فوق، وبصوا بيتقطع كده ازاي، مش عارفه يا ترى ده شكله فعلا اللي هو الحرير، صلصال الحرير شبهه قوي. وبصوا فعصته بقى سهل قوي ان هو يتشكل في ايدي، طبعا ضد التوتر اللي انا متعصبه ببقى متوتره، ممكن اقعد العب بيه هيريحني جدا. وبصوا بقى بينط جامد ازاي، عشان خفيف قوي ده بينط جامد جدا. الله ممكن بقى نوريه لاصحابنا هيعجبهم قوي، عشان هو جديد كده من نوع شكله حلو قوي. انا عايزه افتح بقى الازرق واقارن بقى الاثنين مع بعض، اوكي واقول لكم بقى مين احلى. انا عاجبني اصلا كمان برضو اللون الازرق قوي اهو. بصوا بقى بفتح الكيس كده، هو شكله برضو مكتوب عليه انه لازم الاطفال فوق السن 3 سنين، مكتوب عليه كذا طريقة ان احنا نلعب بيه اهو. بصوا هنفتحه بقى كده ونطلع صلصال اللي هو الازرق. الله بصوا شكله جامد ازاي، ناعم قوي برضو اهو. بصوا تحسه عامل زي اللبان كده الله، ده شكله فعلا جامد قوي. اهو بصوا بطلعه كله عشان هو الكميه بتاعته كبيره شويه. اهو بصوا بقى طلعته خالص ازاي، قولي بقى في الكومنتات انتوا شايفينه ايه، يا ترى ده الصلصال الذكي ولا دوت اللي هو الصلصال الحرير ولا دوت ايه بالظبط، عشان انا محتاره. بس ده طبعا مش سلايم اهو. بصوا شكله جامد ازاي، الله ده شبه صلصال حرير قوي، سهل قوي يتشكل، برضو ناعم جدا في ايدي، اللون الازرق بتاعه فعلا يجنن. واو بصوا عامل ازاي، بخليه كمان بقى يمط ويتقطع بسهوله جدا في ايدي، وبيتشكل بطريقه سهله قوي. طبعا انا عجبني قوي الازرق والبينك، قولي بقى في الكومنتات اني عجبكم اكتر، وشايفين ان هو شبه ايه، يا ترى الصلصال الذكي ولا الصلصال الحرير. وهعمل لكم بقى فيديو تاني عن قطع العاب الاطفال عشان نقارنه مع الصلصال الحرير.
اتمنى يا صحابي يكون الفيديو بسيط اعجابكم. بصوا بقى بينط جامد ازاي برضو. ايه ده الكره الزرقاء دي؟ بصوا برضو الاثنين بينطوا جامد قوي والاثنين عجبوني جدا. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.